فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للداعي أن يدعو فيقول: يا سيدي اشفع لنا أو لا تحرمنا من شفاعتك يوم القيامة، قاصدا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء بعد موته، كل الأموات لا يطلب منهم شيء بعد موته، لا الرسول ولا غيره. ولهذا ما يبين لكم هذا أن الصحابة لما أجدبوا ما بينه وبين قبر الرسول إلا أمتار، ما راحوا لقبر الرسول وقالوا ادعوا الله لنا بالغيث، قالوا للعباس اللي معهم حاضر: يا عباس، إن كنا إذا أجدبنا إذا أجدبت الأرض طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فاستسقي لنا، فاستسقى لهم العباس، سقاهم الله عز وجل. لماذا عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بينهم إلا أمتار وبين قبره وذهبوا إلى العباس؟ لأن العباس حي حاضر معهم ويقدر على الدعاء، وأما الرسول فهو ميت ولا يقدر على الدعاء ولا يطلب من شيء بعد الدعاء بعد الموت. نعم.